خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على أخبار الطقس في والمرور في القاهرة والمحافظات. هالة، يمكن شهر 7 كان صعب شوية وكان حر جدا، بدأت درجات الحرارة شوية تتحسن. صباح الخير يا فسنت أولا، صباح الخير على كل اللي بيشوفونا. بالفعل احنا هنستعرض الاول جوله مروريه وبعدها ملخص للطقس، بعد كده هنشوف حاله الطقس بالتفصيل. يلا بينا اتفضلي. خلونا نستعرض مع حضراتكم الجوله المروريه. هنبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي، طبعا الناس بدات تنزل. هنبدا من محافظه القاهره، الكثافات بتزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. لو بدانا من الكورنيش هنلاقي كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد، اما الكورنيش المتجه للمؤسسه ففي هناك سيوله مروريه. بالنسبه لكوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه لغايه غمره، اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه فهنلاقي كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. في كمان كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر المتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور نصر وصولا للمنصة. ظهرت كمان بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي أن هناك برضو في بعض الكثافات بالتزامن مع نزول الموظفين. طبعا هنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. نفضل مكملين لحد كوبري الروضه في المانيال، هناك برضو في بعض الكثافات، اما نفق الازهر ففي انتظام لحركه المرور وسط سيوله مروريه في الاتجاهين. كمان بتظهر بعض الكثافات المروريه على الدائري بمنطقه السلام وداخل النفق القادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي، نفس الامر المتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزه، كذلك الامر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. في محافظة الجيزة شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، كمان بتظهر بعض الكثافات الأخرى المتحركة في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، أما محور سبط ففي بعض الكثافات المرورية اللي بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي من الدائري من ناحية المنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه ياخد محور الفريق كمال عامر بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور. لو رحنا شارع فيصل هنلاقي كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية، أما محور 26 يوليو ففي سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، أما الاتجاه الآخر المتجه لأكتوبر ففي سيولة مرورية، أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو أو محور رود الفرج، أو طبعا ممكن ياخد الطريق السياحي الجديد، أما القادم من أكتوبر لمحور 26 يوليو ففي غلق لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو تحديدا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب حوالي 500 متر. طيب يشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء، بعض الكثافات أعلى الدائري المريوطية للمتجه من الصحراوي ولغاية مناطق الجيزة بطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. تعالوا نروح مع بعض محافظة القليوبية. القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري ولكن أصبحت أقل من المعتاد. الاتجاه الآخر بيشهد كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات ولغاية ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. القادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة ياخد محور العصار هيختصر له وقت طويل، أما طريق الدائري بشكل عام فهو كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكثافات البسيطة.
هنكمل جولتنا المرورية وهنروح دلوقتي بورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع مع بعض الكثافات نتيجة للزحمة المعتادة في ساعة الذروة الصباحية، زي في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة، طبعا بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو، وهنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية فينا كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، خلونا بقى نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس. كمان في النهاردة نشاط للرياح على بعض المناطق، ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مطروح وهي 31 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شويه.